استسلمت وانقلعت واخيرا. منيح انقلعت، مو ناقصني غير المجانين. شو بديك؟ جاي لعندك. ماشي. إذا ما أجيت اليوم وما أجيت بكرة وما أجيت اللي بعده مو مهم بالنسبة إلي أبداً. أنا رح أضل عم استناك لحتى تجي، ما رح أروح على أي مكان ورح أضل عم استناك. رح أضل عم استناك وما رح أروح لمكان. رح استناك لحتى تجي، ما رح أروح على أي مكان. شو؟ لك أنا مقلعتك من هالبيت؟ إيه أنت شو عم تساوي هون؟ كيف فتي لجوا؟ نهنيك؟ يعني كسرت الشباك منشان تفوتي؟ ها؟ طلعي فيني، لا تختبري صبري وإلا ما بتعرفي شو اللي ممكن ساوي فيكي. فهمتي علي؟ ها؟ شو رأيك نظف لك الحمام؟ بخليه نظيف وعم يلمع. بغسل لك رجليك كمان. شو رأيك؟ ايه فكرة حلوة، وبساوي لك شاي بيريحك على الآخر. بدك شاي؟ رح ساوي لك. يا عيني يا عيني يا عيني، مبين انه طاروا عقلاتك من راسك. انقلع من هون، لا تخليني ابتلي فيك. يا أنا ما رح روح، ما رح روح. ما رح روح. رح أستنى اليوم، بكرة، بعد بكرة أو اللي بعده. ما رح روح ورح ضل عم استنى. ما رح روح، ما رح روح. اليوم، بكرة أو بعد بكرة أو اللي بعده ورح ضل عم استنى وما رح روح. أنا ما رح روح. ما رح روح. رح تخليني فوت لجوا؟ ما في، لوين؟ أنا ما قلت لك روحي؟ ها؟ ما رح روح، بدي فوت لجوا، ما رح روح. أنا قلت لك روحي، يلا نلعي. لا ما رح روح، أنا بدي ضل بالبيت، ما رح روح على أي مكان، عم تفهم ولا لا؟ بدك توقعيني بمصيبة، الشرطة وقفوا بسببك ورح يكشفوني.
لا طالعي صوت، أنا لازم أهرب من هنا بسرعة. أنقذتك، هلأ خلصتك من الشرطة، أنت مديون إلي، أنت مديون إلي.